السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات المشاهدين لقناة منارة العلم لتأسيس اللغة الإنجليزية، أهلا ومرحبا بكم في موعد متجدد وحصة جديدة من قناتكم قناة منارة العلم. الفيديو النهاردة هنتكلم فيه عن الهومورك بتاع الباست سيمبل تنس. احنا ما بنديش حاجة وبنسيبها، كل حاجة بنديها بندي عليها هومورك عشان تختبروا نفسيكم وتعرفوا انتوا فهمتوا القاعدة بنسبة قد ايه، ولو في خلل ترجعوا للقاعدة تاني ونرجع نشوف الشرح تاني. بشكر جدا الطلبة والطالبات المجتهدين اللي تواصلوا معايا عبر الواتس وعبر صفحة الفيسبوك الخاصة، واللي بعتولي الهوموركس بتاع الـ present simple tense والهومورك بتاع الباراجراف وحلوه، وفعلا المستويات حلوة جدا، ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. وبدعو اللي لسه محلش الهومورك بتاع الباراجراف والهومورك بتاع الـ present simple tense ان هو يروح ويحله. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. Number one, choose the correct answer. Jack had arranged to visit Madagascar before he university. عندي في الجملة كلمة before. Before دي كلمة لما بشوفها في الجملة بعرف اني بستخدم معاها فعلين على حسب القاعدة. فعل بيكون في الماضي التام والفعل التاني في الماضي البسيط. يبقى انا هختار was starting ولا started ولا starts ولا had started. أظن واضحة جدا. Number two, Mona was leaning out of the boat when she knocked her phone. هختار drops ولا is dropping ولا dropped ولا was dropping. أنا عندي كلمة when. الرابط when بستخدم معاه فعلين، واحد بيكون ماضي مستمر والتاني بيكون ماضي بسيط. طيب الاولاني كان was leaning، يبقى التاني المفروض يبقى ايه؟ ماضي بسيط. يبقى اختار drops ولا is dropping ولا dropped ولا was dropping. طبعا واضحة جدا. انا بحاول افهمكم من خلال الاسئلة القاعدة تاني، ويعني وانا بشرحها لكم كده يعني بتكلكم عن الاجابة عشان تعرفوا ايه الاجابة وتختبروا نفسكم انتوا بتحلوا. Number 3, last year we not to the beautiful city of Venus in Italy. طيب last year كلمة دالة عن الماضي البسيط، السنة اللي فاتت. عايز اقول ان احنا سافرنا للمدينة الجميلة اللي موجودة في ايطالي وهي فينيس. طيب يبقى هقول we're traveling ولا travel ولا traveled ولا travels. انا بقول last year، سهلة جدا. بالمناسبة انا بعد ما بخلص الفيديو بتاع الشرح بجيب لكم فيديو بالحل بقى ونعرف احنا حلنا ايه، وغير كده كمان بسيب لكم الحل بتاع الهومورك في تعليق مثبت تحت الفيديو عشان برضو ايه الكل يعرف هو حل ايه ومستوى فين ايه. تمام، واي استفسار يعني انا تحت امركم. Number 4, did you your arm yesterday؟ yesterday كلمة دالة على الماضي البسيط، يبقى هختار broke ولا break ولا breaking ولا broken. وخلي بالي ان انا هنا عندي السؤال بديد. طيب طالما السؤال بديد وعندي yesterday، المفروض ان did بتخلي لي الفعل يفضل في الماضي زي ما هو ولا بحوله للمصدر عشان في did. ناخد بالنا من الحتة دي ونجاوب. Number 5, last year we not about pollution at school, so in the summer I decided to go on a volunteering holiday. يبقى last year هختار معاها was learning ولا were learning ولا learn ولا learned. وبالمناسبة learn ده فعل شاذ، التصريف بتاعه بتبقى learn learned. تمام، في الماضي البسيط تبقى learn learn. تعالوا بقى نشوف هنختار ايه مع last year. Number 6, we not on a boat trip. I was luring out of that to touch the fish of the boat to touch the fish. We not on the boat trip. كانوا في رحلة نهرية. I was luring out of the boat to touch the fish. كان بيمد ايديه يعني كده من البوت لما بتركب نيل وبتميل كده وبتبقى ايديك في الميه وكده عشان هو عايز يمسك السمكه. خلاص هنختار معاها
جو ولا جوز ولا جن ولا وينت. تعالي نشوف كده هو بيتكلم عن ايه، عن رحلة وبس. جاي لي في الجملة التانية ها ماضي مستمر. طب انا لما بقول ان انا عندي جملة فيها حدثين حصلوا، حدث قطع حدث، عندي واحد منهم في الماضي المستمر، التاني المفروض بيبقى في الايه؟ سهلة جدا ونجاوب. Number 7. Once Kamal's family not lunch in this restaurant. Having ولا have ولا has ولا had. عايز اقول ان في مرة اهل كمال اخدوا الغداء بتاعهم في الريسترو ده، حاجة عملوها وخلصت خلاص، حاجة اتعملت وانتهت، يبقى المفروض ان انا اختار ماضي بسيط. اختار ايه بقى؟ بقول كمالز فاميلي، فكمالز فاميلي هيقعد عليها هاز ولا هاف ولا هاد ولا هافينج. تعالوا نشوف نمرة نمبر 8. لوكا نمبر 8. لوكا into the forest last week. last week كلمة من الكلمات الدالة على الماضي البسيط، يعني معاها استخدم past simple tense، يبقى هختار number A tracking، number B tracked، number C track، number D was tracking. وخلي بالي ان track ده فعل اخره ساكن وقبل الساكن متحرك، فلما باجي اختار ماضي بسيط بضعف الحرف الاخير واضيف اي دي. بنراجع مع بعض القاعده كده من خلال الاسئله. اوكي اوكي. نمبر 9. I was leaning out of the boat when I knocked my camera. عايز اقول ان هو كان مدلدل ايده او مدلدل نفسه يعني من المركب لما وقعت منه الكاميرا. when اداه ربط بتربط جملتين ببعض، جملة فيهم بيبقى الفعل اللي فيها ماضي مستمر والجملة التانية الفعل بتاعها ماضي بسيط past simple tense. مع all المفروض اختار was dropping ولا drop ولا dropped ولا drops. تمام تمام، هنشوفه. مستنية بقى اجابتكم. number 10. as I have photographing the castle my little brother not crying. هو كان بيصور الكاسل في الوقت دوت، اخوه عيط. as بتربط جملتين، جملة فيهم جت في المضارع الماضي المستمر، جملة فيهم جت في الباس continuous tense، يبقى الجملة التانية المفروض تيجي في ايه؟ وانا عندي بعديها كلمة crying ماشي، معايا جيرن المفروض اني قبليه، اختار ايه؟ starts ولا started ولا was starting ولا had start. سهل. Number 11. The tourists not swimming in the sea. It was too dirty. عايز اقول ان السياح ما استمتعوش بالعوم او السباحة في البحر لانه كان مش نظيف، كان وحش قوي يعني. يبقى اختار don't enjoy, weren't enjoying, didn't enjoy, doesn't enjoy. دي جملة منفية في زمن الـ past simple tense. طب جملة منفية في زمن الباست simple tense المفروض لما باجي انفي بختار فعل مساعد في زمن الماضي واحط نوت وبعدين بحط الفعل. طب the tourists تاخد معايا ايه؟ don't enjoy ولا weren't enjoying ولا didn't enjoy ولا doesn't enjoy. اظن انا كده جاوبت. number 12. my cousin not in Costa Rica as a child because my uncle was a biologist. يبقى عمي كان بيولوجيست، ف ماي كازن مانو مال كوستا رايز لما كان طفل. ليفد ولا وير ليفينج ولا ليفز ولا ليف. طيب انا عندي هنا كلمه بيكوز وجه يعني دي اداه ربط، وجه الفعل الثاني في الجمله ووز يعني باست سيمبل تنس، يبقى الفعل الاولاني ماي كازن المفروض ان انا اختار بقى بعديها بعد الفعل my cousin اختار lived ولا were living ولا lives ولا live. يبقى my cousin not in Costa Rica as a child because my uncle was a biologist. number 13. Selma was traveling around Indonesia when she her leg when. تربط جملتين، الأولى ماضي بسيط يبقى التانية سوري الأولى ماضي مستمر was traveling ماضي مستمر بس continuous tense، يبقى التانية broke ولا was breaking ولا broken ولا breaks. تمام. عمر not across the Sahara last year.
cycles, was cycling, cycled, cycled. Last year, past simple tense, مع عمر نختار ايه؟ Number 15. I نقعد the book yesterday. Yesterday كلمة من الكلمات الدالة على الباست simple tense. اختار. هو عايز يقول ان هو جملة منفية في زمن الباست simple tense. عايز يقول هو ما خلصتي قراءة الكتاب بتاعه امبارح. يبقى اقول don't finish, never finishes, didn't finish, never finish. Number 16. What نقط while I was taking photos to the crocodiles. Did you do? Were you doing? You were doing? Have you done? سؤال موجود في أداة ربط while اللي بتربط لي جملتين بيجي بعديها ماضي مستمر يبقى المفروض قبلها يجي ايه؟ طيب زمن تكوين السؤال في الماضي البسيط اللي هيبدأ بأداة الاستفهام المفروض بعد أداة الاستفهام بجيب الفعل المساعد ايه في زمن الماضي وبعدين بقدم الفعل على الفاعل حلو بقى Number 17 أحمد's grandmother نقط ال when he visited her yesterday عندي yesterday اللي بتدل على past simple tense عندي when اللي بتربط لي جملتين جاي بعد when هنا visited يبقى المفروض قبليها المفروض اختار was seeming ولا had seemed ولا seemed ولا has seemed Number 18 Ali always نقط to work when he was young عادة كانت بتحصل وانقطعت لأن جات لي جملة when he was young ما بصش ل always وأقول دي كلمة من الكلمات الدالة على المضارع البسيط يبقى present simple tense يبقى اختار فعل في s ثواني كده انت قلت لي ان always و usually و often و sometimes بتدل على المضارع البسيط الا في حالة واحدة بس لو الجملة اللي عندي كانت بتدل عن عادة وجدت وانقطعت في زمن الماضي يبقى ساعتها بختار معاها past simple tense تمام؟ تمام Number 19 While he not studying he was writing short stories هنا while تربط لي جملتين بيبقى فيها فعلين الفعل الأولاني واحد منهم بيكون في الباست سيمبل تنس والتاني بيكون في الباست كونتينيوس تنس طب أنا هو مديني التاني في الباست كونتينيوس تنس يبقى الأولاني حطه في إيه وعندي الاختيارات has been was being was is نحل يا حلوين Number 20 After he had slept I not a bad dream After أداة ربط بتربط جملتين واحدة بتيجي في الماضي التام والتانية الفعل بتاعها بيبقى في الماضي البسيط يبقى هختار have ولا has ولا had ولا having طيب Number 21 If she the stadium the football game was over had got get got will get عايز اقول عن حاجة لو كانت عملتها كان حصل كذا هي ما عملتهاش فما حصلش كذا خلاص والحاجة دي كلها كانت في الماضي المفروض ان انا اختار مع if القاعدة بتقول لي ايه هختار had got ولا get ولا got ولا will get Number 22 If he not television I would be tired لو هو اتفرج او كان اتفرج على التلفزيون أنا كنت هبقى تعبان have watched was watching was watched watched ايه قاعدة اف بتقول لي ايه مع الماضي البسيط الحالة التانية تقول لي ايه بجيب هنا ماضي بسيط وبجيب اي زائد would زائد المصدر تمام كده طيب نشوف while not ill I lost a lot of weight and become thin لما كنت تعبان فقدت نسبة كبيرة من وزني وبقيت رفيع while أداة ربط تربط بين جملتين واحدة الفعل اللي فيها بيجي ماضي بسيط يبقى التانية الفعل اللي فيها بيجي ايه واحدة ماضي بسيط وواحدة ايه هختار was ولا was being ولا am ولا had been Number 24 While I for the train on the station I met one of my old friends While تربط جملتين
واحدة هتيجي في ايه والتانية هتيجي في ايه، والفعل التاني في الجملة التانية جاي لي في الباست سيمبل تنس. يبقى الاولاني اجيبه في ايه؟ بيقول لي was waiting ولا being waited ولا waiting ولا waited. Number 25. In the past people not travel on camels. In the past يبقى بيدل عن عادة كانت بتحصل زمان مبقاش بتحصل دلوقتي. وهو الاختيارات عندي جايب لي used to. used to طبيعي بتدل عن عادة كانت بتحصل او كنت متعود عليها. يبقى هختار are used to, used, used to, didn't use. طبعا هما كانوا متعودين انهم بيسافروا على الجمال، فيبقى انا كده النفي هستبعده. باقي عندي الاختيارات used to و used و are used to. شوف بقى هتحل ايه. بقول in the past، وهي الجملة دي هنا مش مبنية للمجهول لان هو جايب لي الفعل اللي هو people. خلاص. number 26. he got into the car and not down the road. drive, drove, drives, driving. he got into the car and not down the road. جملة فيها أداة الربط and، جملة عطف ومعطوف. المفروض ان الجملة التانية بتتبع الجملة الاولى في نفس الزمن. لو الجملة الاولى زمانها present simple يبقى التانية present simple. لو الجملة الاولى زمانها past simple يبقى التانية past simple. عندي got past simple يبقى المفروض اختار في التانية past simple. الpast simple بتاعي هنا drive ولا drove ولا drives ولا driven. وبالمناسبة درايف ده فعل من أفعال الشاذة اللي التصريف التاني بتاعه بيكون دروف والتصريف التالت بتاعه بيكون دريفن. درايف دروف دريفن. اوكي ورقة وقلم بقى وتكتبوا ورايا الأسئلة باللي أنا بقوله ده عشان تعرفوا تحلوا. يعني number 27 I not for 5 hours every day last week. منهيش القراءة عندي عند every day. لو كانت نهت عندي الجملة عند every day من غير last week كنت هختار حاجة، انما انا ما اكمل قراءة واقول every day last week يبقى دي برضو كانت عادة اعتدت عليها بس قطعتها بعد كده، فيبقى هنا زمن الجملة عندي past simple tense. يبقى اختار work ولا have worked ولا working ولا work. وبالمناسبة كمان ان انا عندي for و for دي احد العلامات الدالة برضو على past simple tense. Number 28 A triple accident not in our street yesterday. حادثة مروعة، حادثة فظيعة حصلت في الشارع بتاعنا yesterday. yesterday احد الكلمات الدالة على الباست سيمبل تنس. يبقى هختار happen ولا happens ولا happened ولا happening. منى not at school yesterday as she was absent. didn't see, doesn't see, wasn't seen, isn't seen. محدش شاف منى امبارح في المدرسه لانها كانت غايبه. نختار ايه؟ number 30 I was studying my lessons when the lights not out. when تربط جملتين، واحده جت في الماضي المستمر past continuous tense، يبقى الثانيه هتيجي في ايه؟ باس سيمبل تنس. يبقى هختار had gone ولا went ولا were going ولا gone. وبالمناسبة go فعل شاذ بتبقى تصريفها go went gone. تمام. number 31 before he the letter and he had sent it by post writes write wrote is written. جملتين مربوطين عندي ببيفور، أداة الربط بيفور بتربط جملتين، واحدة بتكون في الماضي التام، التانية بتكون في الماضي البسيط. الماضي التام تركيبه بيكون had زائد الباست بارتيسيبل. الماضي البسيط أنا عندي هنا had sent، الجملة التانية بقى الجملة الأولى المفروض تبقى باست سيمبل. الباست سيمبل هيبقى إيه؟ writes ولا write ولا wrote ولا is writing. وبالمناسبة write فعل شاذ تصريفه بتبقى write wrote written. اكتبها لكم عشان تعرفوها، بتبقى write wrote written. واحنا ماشيين كده ناخد بالنا كده ايه من كل فعل ونعرف. number 32 When I went on holiday, I always not a lot of photographs. اختار ايه؟ ما بصش للجملة التانية واقول فيها always، يبقى انا اختار
present simple tense عشان always. ثواني دي مش جملة لوحديها، دي جملة ربط مربوطة ب when. when بيجي بعديها فعلين، خلاص. الأولاني عندي جه في الماضي البسيط، التاني المفروض أجيبه في إيه؟ وهنا أنا بتكلم عن جملة عادة في الماضي، كنت بعملها وبطلت أعملها، عادة كانت وانقطعت، حدثت في الماضي وانقطعت، ما ببصش لأولويز وأجيب بعديها present simple، لأ. ودي جمل التركات اللي بتيجي في الامتحان، خلاص. يبقى اختار تيك ولا تيكس ولا توك ولا تيكينج. نمبر 33، he not to do that in the past but now he doesn't play tennis. كان متعود يعمل حاجة في الماضي، وكلمة but now دي يبقى عرفتني ان خلاص العادة دي انتهت وانقطعت، but now عرفتني ان العادة دي انتهت وانقطعت، فكده انا بختار past simple tense. يبقى باست سيمبل تنس مع الجملة المنفية بجيب فعل مساعد في زمن الماضي وبعدين الفعل في المصدر، وهنا الجملة اللي انا بجيبها عشان اقول اعتاد ان فهي بتبقى used to. هختار didn't use ولا uses ولا use ولا used. هي كان بيعملها وبطل يعملها. he ate to do that in the past but now he doesn't play tennis. كان حاجة بيعملها ودلوقتي ما بيعملهاش، حاجة بيعملها ودلوقتي ما بيعملهاش. طيب حاجة كان بيعملها بس دلوقتي ما بيعملهاش، يبقى انا الجملة دي معايا مش منفية، الجملة دي معايا مثبتة، مثبتة في زمن الباست سيمبل تنس، يبقى هختار ايه؟ خلاص كده خلص الفيديو بتاع الهومورك بتاع الباست سيمبل تنس. اي سؤال انا مستنيه برضو ولاد الشطار اللي بعتولي حل البريزنت سيمبل تنس يحلوا ويبعتولي حل الباست سيمبل تنس، وفي الفيديو الجاي هنزل لكم الحل ونشرح تاني. وخلوا بالكم من الباست سيمبل تنس فيه تريكات كتيره، هو اصعب شويه من البريزنت سيمبل تنس، فقسموا الفيديو كده على مقاطع واحده واحده، وبعد ما تذاكروا الفيديو بتاع الشرح روحوا للفيديو بتاع الحل، وبعدين ارجعوا تاني لفيديو الشرح شوفوا لو في حاجه غلط او في حاجه كانت تريكه واقعه منكم او حاجه، لان هو فيه ملاحظات كتيره جدا، وبعتولي الحل. وانتوا طبعا عارفين الفيسبوك مناره العلم في صفحة شخصية وفي صفحة عامة، ابعتولي عليها او ابعتولي على اللينك بتاع التليجرام او على اللينك بتاع الواتس، وانا هنزل تحت الفيديو في تعليق مثبت الحل بتاع الهومورك. برضو الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الترانزليشن، هنعرف ايه هي قواعد الترجمة وازاي اترجم من عربي الانجليزي وازاي اترجم من انجليزي العربي. وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله، ويا رب اكون قدرت ان انا ابسط لكم المعلومات وقدرت ان انا افيدكم. دعواتكم ليا ان شاء الله، وما تنسوناش بقى بالسبسكرايب واللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات، ودعوة الاصدقاء للقناة عشان يستفيدوا جميعا من العلم النافع دوت ان شاء الله. وربنا يوفقنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.